استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليبي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة. وقد رحب جلالة الملك المعظم برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني معربا عن شكره لفخامته لتحمله هذه المسؤولية الوطنية، متمنيا له ولكافة أعضاء المجلس دوام التوفيق والسداد لخدمة بلادهم وشعبها، مشيدا جلالته بعمق العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة بين البلدين والصلات والروابط الوثيقة التي تجمع شعبيهما الشقيقين الممتدة عبر التاريخ. وأكد جلالته رعاه الله مساندة مملكة البحرين لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في ممارسة مهامه ودعم جهوده لاستعادة السلطة الشرعية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن وتلبية تطلعات شعبه الشقيق. كما أعرب جلالة الملك المعظم عن ترحيب مملكة البحرين بتمديد فترة الهدنة الإنسانية في اليمن التي أعلنتها الأمم المتحدة، وأن تسهم في الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، معربا جلالته عن تمنياته في أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار ليواصل مسيرته نحو البناء والتطور والازدهار. من جانبه أعرب فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا فخامته اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن تقديره لمواقف مملكة البحرين الداعمة لليمن لتثبيت الأمن والاستقرار. وقدم إلى جلالته شرحا عن آخر التطورات على الساحة اليمنية ودور مجلس القيادة الرئاسي وجهوده في تثبيت وتعزيز الأمن.